هزائم متواليه ولا ثلاثه تولي مع الناس لتحت، حتى حاجه مازال ما تحسمت لحد الان. لذلك اذا كنتي كتجمع في النقاط راك تنافس على الصعود، كنتي كتضيع النقاط راه غتصبح مهدد، حتى حاجه ما تحسمت لحد الان. هذا هدف ديال الامل الصاوي لعمر املاح بضربه راسيه جميله جدا بواحد الكره عرضيه كيمشي لها عمر املاح. اخيرا عمر املاح كيسجل، نتمنوا يتستمر هذا الهدف. تسرع صاحبي في الصفوف ديال اللاعبين ديال الامل الصاوري، والخوف كل الخوف اننا ندفعوا الثمن ديال هذا الشيء. ضربة جزاء من بعد ما الكرة اصطدمت في اليد ديال على اي ما نستبقوش الاحداث. نتمنوا تضيع ضربة جزاء، نتمنوا العلوي يكون في المستوى او لا اللاعب يضرب راه السماء ولا يضرب في البوطو ولا يعني اودي يلعب. نتمنى وضيع وتيتمكن منها الحارس، كيتمكن منها الحارس العلوي من حسن الحظ. زاويه بقوش ولا غادي ينفد. انا اتمنى صديقا يتسجل الهدف الثاني. مقواسه الهدف الثاني كيسجلوا اللاعب مارسيال، وهذا الشيء هو اللي بينا.